بده يكون لنا مشاركة إن شاء الله بكأس العالم. وهذا يقودني إلى سؤال عن مستقبل عموتة، سيستمر مع المنتخب؟ سيكون عقد جديد مع المنتخب؟ إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. إحنا عقدنا واضح مع المدرب عموتة، وإن شاء الله نستمر مع بعض والمسيرة تكمل. بالآخر إحنا منظومة كاملة، الكابتن عموتة كان دوره واضح وكبير وأثر كبير على اللاعبين. بس ما ننسى كمان عندنا مواهب عظيمة بهذا المنتخب، عندنا الشباب اللي عندك أكيد بيعرفوا أكثر مني هالمواهب، من ناحية سواء نحن ركزنا كثير على الهجوم لأنه واضح المهاجمين بيصنعوا الأهداف وهذا مهم كثير، لكن من الحارس من يزيد والدفاع والوسط كلهم أبدعوا. دفاعنا كان صلب كثير وقوي كثير وعرف يمسك أحسن لاعبين، شفنا إيش صار مع كوريا الجنوبية وحتى قبلها طاجكستان ومع العراق. فعندك فريق متكامل، لعب جديد.